ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي وانتم بتتفرجوا على برنامج هو وهنا على احلى قناه في العالم، هي قناه المحور. ومعايا النهارده القمر رند العالمي. ايه الشياكه دي وايه الطعامه دي وبدله ومش بدله وحركات، شو القصه عمرو؟ شفتي النهارده حلقه خاصه جدا. طب قبل ما نحكي شو حلقه خاصه جدا اوف كمان وغنى وهيك كثير متحمسه اعرف ليش صراحه. أيوة. واكيد المشاهدين متحمسين. بدي امسي عليكم فردا فردا واحكي لكم يا مساء الهلو وين ما كنتوا عم بتشوفونا. عامله ايه؟ انا كثير منيحه. ايه الاخبار؟ كثير منيحه. هقول لك ليه بقى النهارده الحلقه احكي لي عن جد شو السر جدا. أوكي. النهارده الحلقه دي بالنسبه لي انا صراحه خايف جدا وانا بقدمها وقلبي بيدق كده، لانه انا النهارده هحاور والدي الموسيقار الفنان الكبير حلمي عامر، الملحن من يعني اهم الملحنين في جيله، وحقيقي انا بفتخر بيه جدا وشايفه ان هو قدوتي في الحياه وكمان في الفن. الله يخلي لك اياه. احكي لي انت على علاقتك بباباكي. الله يرحمه. بس احكي اول شيء الله يخلي لك ابوك ويرحم ابوي، بس احكي عن عمو. يلا. يعني عمو عن جد من ألذ الشخصيات اللي انا هيك تعرفت عليها، لذيذ ومحترم ومختلف تماما عن عمر. يعني اذا بتشوفوا الفرق رح تقولوا مستحيل هذا ابن هذا، يعني مستحيل. على كل حال بدي اوجه له اكيد تحيه كثير كبيره. هلا بنشوفه جوا بالغرفه. علاقتي عن ابوي. تفضلي. علاقتي بابا الله يرحمه، بابا توفى وانا كان عمري 17 سنه يا حبيبتي. العمر بس ما بدي احكي لك شبعت منه. اكيد ما شبعت منه لو حتى عايش لهي اللحظه. بس فعليا احلى 17 سنه بحياتي. ما قصر فيه ابدا، دلوعته بنته الصغيره. كان بده يسميني، قلت لك نظيره، وبرضه كان بده يسميني روان عشان اكون قريبه من مروان. ايه ده روان؟ كانت تسمى روان على اسمي. بعدين كان صاحبي اكثر من اي شيء، لما اعمل الغلط اركض لعنده ولما اعمل الصح اركض لعنده. دائما كان دعمني، دائما بشجعني بحياتي، علمني على كل شيء. يعني اروح معه جد على اللحام وعلى الكهربجي وعلى الفواتير وعلى كل، حتى على شغله. فكان الله يرحمه قدوتي بالحياة. الله يرحمه. ولا زال طبعا، ولهلا الناس يعني قد ايش صار له عمر طويل متوفي، بس الناس بترحم عليه. الله يرحمه. انت الله يرحمه يا رب، ويخلي لكم ابهاتكم جميعا وامهاتكم، اشبعوا منهم هيك البني ادم بلحظه بيروح. فكثير متحمسه. وهلا ابوك زي ابوي لانه احنا اخوان. اكيد فمتحمسه حلقتي حياتي. ربنا يخليك طبعا ماما وكل حبايبك. اكيد برضو قايمين بدور الدفا والونس ليكي وكمان برضو القدوه. وطبعا ربنا يخلي لكم انتوا اعزائي المشاهدين كل ابهاتكم وامهاتكم المتوفين، الله يرحمهم ويعوضكم ناس حلوين في حياتكم كمان عشان ياخدوا بالكم منهم، ياخدوا بالهم منكم. يا رب يا رب. كلياتنا عندنا احبابنا ونضلنا مجموعين دائما على خير وسلام. يا رب. النهارده بابا مش بس هيجي نحاوره عادي كفنان وملحن وموسيقار، النهارده كمان هيغني مع فرقته. جايب يعني جزء صغير من فرقته الجديده اللي لسه بيكونها، وهيقول لنا حاجات اكسكلوسيف عن الفرقه بتاعته عشان يرجع الفن القديم بس بشباب صغيرين جداد، مواهب حقيقي حلوين جدا. وكمان هيطبخ. خلاص انا قاعده لاخر الحلقه، يعني اكيد ما راح اكون معكم بالمطبخ، بس راح استنى لتخلصوا عشان اكل من ايدينا حلوه. لا هتبسطي. انت اكلتي من ايدي مره فاكره؟ اكلت شيش طاووق، مقلوبه شيش طاووق اكلت. هلا ايش راح يعمل اليوم؟ النهارده هيعمل اكله لبناني، هيعمل كبه بلبن او شامي. أوبا. كبه لبنيه. أوبا. ومعاها رز بالشعريه بالسيجنتشر بتاعه حلومه. انا بقول له حلومه، ما بقولوش بابا ولا بقول له حلمي، هو اسمه حلومه. انت كمان بتقولي له حلومه. انا خلص يعني انه حلومه هيك بس شفته حلومه. هو كتكوت كده لذيذ صح، يعني تحسيه طيب قوي. هو طيب قوي فعلا. عكسك تماما قوي يعني. الصراحه انا مش، لا مش طيب قوي كده لا.